الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. عباد الله، إن أعظم ما يتعاهده المرء للثبات على دينه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على توحيده أن يتعاهد هذا التوحيد الذي خلقه الله عز وجل من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأعظم أوامر القرآن وأبين أوامر القرآن وأوضح أوامر القرآن هي الأوامر بالتوحيد. وأعظم النواهي وأوضح النواهي في كتاب الله هي النهي عن الشرك، فآيات التوحيد والأمر به وآيات الشرك والنهي عنه هي أوضح البيان وأبين التبيان. فليس للمشرك حجة ولا برهان. قال سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أكثر في القرآن من بيان حال المدعوين والداعين الذين يدعون غير الله، فقد بيّن الله حالهم وقرع بهم أشد تقريع وندد بهم أشد تنديد، وكل ذلك حتى لا يكون على الله للناس حجة. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله سبحانه وتعالى حال الداعين أنهم على ضلال وعلى كفر وعلى شرك، وبين حال المدعوين من دونه سبحانه وتعالى أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يسمعون ولا يستطيعون. فكان حال الداعين كالأنعام بل هم أضل، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ونراهم اليوم يا عباد الله كثيرا في وسائل الإعلام وفي وسائل الاتصال ينشرون شركهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. فلذلك يا عباد الله، وجب علينا أن نتعاهد هذا التوحيد وأن نحذر من الشرك وأهله. فهذه آيات عظيمة في كتاب الله عز وجل، بيّن فيها حال الداعين وحال المدعوين وحكمهم. قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها
أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وقال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عباد الله، إن من أعظم الأمور وأدهى الأمور أن نرى أناساً ينتسبون إلى الإسلام والسنة يعتذرون لمثل هؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً رخاءً وشدة، وكل ذلك أنهم يقولون لا إله إلا الله، وظنوا أن لا إله إلا الله كلمةً تقال ثم يفعل المرء ما يشاء. لا إله إلا الله كلمةٌ عظيمة المبنى عظيمة المعنى، لا يكون من أهلها إلا من اعتقدها بالجنان وقالها باللسان وعمل بالأركان، وإلا فإنه ليس من أهلها وإن قالها في اليوم والليلة ألف مرة. وقد ألف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالةً قصيرة بيَّن فيها معنى التوحيد ومعنى الشرك وما عليه حال المشركين اليوم، وأنهم متوافقون مع المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رسالةٌ عظيمة سمَّاها القواعد الأربع. فهذه قواعدٌ عظيمة نذكرها باختصار، فهي بيان التوحيد وبيان الشرك، فمن عرفها عرف التوحيد ومن لم يعرفها فقد ضل السبيل. فقد ذكر رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن المشركين مقرون بأن الله هو الخالق الرازق، وذلك لم يدخلهم في الإسلام. وذكر قوله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهذا كثير يا عباد الله في كتاب الله، أن المشركين يعترفون بأن الله هو خالقهم ورازقهم ومدبرهم، ولكن ذلك لا ينفعهم لأنهم لم يعملوا بتوحيد الألوهية الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ومن عرف هذه القاعدة عرف أن كلمة لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا وحد الله عز وجل بالعبادة. والقاعدة الثانية أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا نعبد هذه الأصنام وهذه الأحجار إلا لأنها تقربنا وتشفع لنا عند الله، فكانوا لا يعتقدون فيها ضرًّا ولا نفعًا إلا أنها تقربهم وتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. والمشركون اليوم الذين ينتسبون إلى الإسلام يعتقدون في الأولياء وفي آل بيت رسول الله ومن يدعونهم من دون الله أنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم يعلمون الغيب، فأيهم أشد، شرك هؤلاء أم شرك كفار قريش؟ والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم مختلفون في عبادتهم، فمنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد غير ذلك، ولم يفرق بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قاتلاهم جميعا ولم يفرق بينهم. فلذلك يا عباد الله لا يلتبس عليكم أن هؤلاء يقولون أننا نتوسل إلى الله بالصالحين، وأن كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام والأحجار، فيقال لهم لا فرق بين من عبد اللات والعزى
ومناة الثالثة الأخرى، ومن دعا عيسى، ومن دعا آل بيت رسول الله، ومن دعا الأولياء والصالحين، وكل من دعا غير الله سبحانه وتعالى لا فرق بينهم، فهم في الدنيا مشركون وفي الآخرة في النار خالدون. والقاعدة الرابعة يا عباد الله أن المشركين السابقين كانوا يشركون في الرخاء والشدة، وأن المشركين في زماننا أن المشركين السابقين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، كما قال عنهم سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. وأن المشركين في زماننا أشد وأغلظ، فهم يشركون في الرخاء والشدة، فكفار قريش أهون حالا من هؤلاء المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام ويدعون غير الله ليل ونهار. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أعظم الأمور التي يجب أن يتنبه لها الإسلام الإنسان تبصرة له في دينه التوحيد، وأن يحذر من الشرك وأهله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن التوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالعبد إما أن يكون لله موحدا وإما أن يكون لله مشركا، فلا يوجد عبد قد جمع بين التوحيد والشرك، فالتوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان في واحد ولا يرتفعان عن واحد، فالعبد إما أن يكون موحدا وإما أن يكون مشركا شاء ذلك أم أبى. فلا يختلط عليكم يا عباد الله أن المشركين المنتسبين إلى الإسلام يقولون لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله كلمة التقوى وكلمة عظيمة المعنى والمبنى، لا يكون من أهلها إلا من حققها بشروطها، ومن خالفها فإنها لا تنفعه وإن رددها في اليوم والليلة في السر والجهار ألف مرة. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وآتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم واغفر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.